تغلب عليها ايه، او اللي حضرتك تشوف اكتر فيها وكانت بتميل اكتر او تليق ايه اكتر، على الفتاة الرومانسية بس ولا كمان كان في جانب كوميدي ممكن نشوفه فيها شخصية هي مختلفة؟ على المستوى الشخصي كانت إنسانة بسيطة جدا، متواضعة، ما بتحبش الاستعلاء. بالعكس، لو جالها ضيف هي اللي كانت بتقدم له المشروب الضيافة بنفسها. هي كانت حلال العقد في العيلة، أي حد عنده مشكلة يلجأ ليها لأنه عارف إن عندها الحل وعندها المعلومة اللي هتساعده. كانت وهي طفلة بتدين بأمها وإنها صاحبة الفضل عليها، لأن حصل موقف إن والدتها مع جارتها اتكلموا على ست تانية، فهي راحت نقلت الكلام للست التانية، فمن يومها خدت علقة رهيبة، ومامتها علمتها يعني درس لا يمكن تنساه. وهي في أحد حواراتها طلعت قالت ده، قالت اتحرمت إن أنا آكل مع أهلي على السفرة، بقيت آكل بقايا الأكل اللي بتفضل منهم كعقاب عقابا بالنسبة ليها. لها. طيب، فاتن حمامه في وقت من الاوقات قدمت مجموعه من الافلام المميزه جدا، يعني زي ما احنا بنتكلم عن تاريخها الطويل 106 فيلم، لكن رحنا لمنطقه تانية مع الدراما، ضمير ابلة حكمة، وجه القمر، اعداد من الاعمال الدراميه التلفزيونيه ارتبطنا بيها برضو بفاتن حمامه. مين ما يقدرش ينسى ضمير أبلة حكمة وست النظرة حكمة هاشم طبعاً. فهي ربة أجيال، وكانت بتطلع تقول للمجتمع خدوا بالكم من عيالكم، المجتمع فيه واحد واثنين وثلاثة. يمكن دي قضية كانت شغلها من أيام الأستاذة فاطمة، لأن هي كانت بتتكلم في الأستاذة فاطمة عن تعليم الفتيات وأنهم ياخدوا مكانتهم في العمل، برغم أن كان بيتشاف أن المحامية دي لازم يبقى راجل هو اللي يقدر يترافع ويقف في المحكمة. فهي قضية التعليم أو القضايا الاجتماعية بوجه عام كانت يعني جزء من اختيارات فاتن حمام. بالضبط، هي كان من بداية مشوارها الفني باين أنها كان عندها قضية، انها دايما في حاله تنوير للمجتمع، مش مجرد انها بتطلع تقول افلام وخلاص والافلام تجيب ايرادات، لا، ده طالعه بتناقش قضايا وبتغير قوانين في المجتمع، وبتقول للاباء والامهات خدوا بالكم من عيالكم، الجيل اللي طالع ده لازم نبص عليه ونطور ادائه ومهاراته. واللي كان ملحوظ في الجزئيه دي يا فندم هو استجابه المجتمع للجزئيه دي، سواء بالنسبه ل صانعي قرار مثلا بخصوص قوانين او تشريعات النموذج اتكلمنا عنه، او ان المجتمع نفسه يتقبل فكره او ثقافه محتاجه ان هي تتغير. بالضبط، لهذا السبب الجمهور نفسه اطلق عليها سيده الشاشه العربيه. مش بس ده، كانت هي كمان مساعد قوي للوجوه الجديده، يعني اكتشفت نجوم جديد، يعني وجوه جديده، النجم العالمي عمر شريف. الحلوة ما كانوا نجوم جديد، عبد الحليم واحمد رمزي. وقبل منه كان عمر الشريف. مين عمر الشريف؟ هي كانت في الوقت ده في الصراع في الوادي كانت عامله 30 فيلم، اسطوره 30 فيلم. مين الوجه الجديد اللي يقدر يقف قدام فاتن حمامه في الفتره دي؟ هي فاتن حمامه كتبت سيناريوهات، شاركت في بعض الحاجات، لكن ما فيش سيناريو بيحمل اسمها. بالظبط، لكن هي كان يعني بتحط التاتش بتاعها على الاعمال دي. هل فعلا كانت بتكون يعني حريصه ان ما يتغيرش اي حاجه، انها تكون، كان في حد برضو اتكلم شفنا لها حوارات في الجزئيه دي او عنها، هي حوارات حريصه عنها. ان ما حدش يغير في الفكره اللي كتبها المؤلف احتراما ليه. فده اللي صنع جزء كبير من نجوميتها. طيب، بالنسبة لحياتها الشخصية، يعني فاتن حمامة اتجوزت 3 مرات، عز الدين ذو الفقار وعمر الشريف وطبعا الدكتور محمد عبد الوهاب. في ال3 زيجات الحديث عن عمر الشريف فقط، يعني في حياتها الشخصية رحلة طويلة يعني من الحياة الشخصية الناجحة واللي ما حدش يعرف عنها حاجة، يعني هي برضو يعني شخصية من الشخصيات اللي بتحب تكون كتومة وفي الظل وبعيدة عن الأضواء، إلا إن علاقتها بعمر الشريف تظل مرحلة يحكى عنها لحد الآن. ليه؟ بالضبط، لأنها كانت فنانة ذكية جدا، بدأت حياتها بزيجة مع المخرج عز الدين ذو الفقار واستمرت 7 سنين، ثم النجم العالمي عمر الشريف قعدت معاه 20 سنة، ثم دكتور محمد عبد الوهاب فترة حوالي 40 سنة، وماتت وهي متزوجة دكتور محمد عبد الوهاب.
ابرز الزيجات بتاعتها هي عمر الشريف، وكانت في اي مناسبه كل الناس تسالها عن عمر الشريف رغم ان هم منفصلين، وكانت على ذمه دكتور محمد عبد الوهاب. هي في الفتره الاخيره كانت بتستاء كمان من الفكره دي يعني. بالظبط، لانها دلوقتي متجوزه شخص تاني، ف وده حكم النجوميه تقريبا يعني، او اكيد يعني، واسم عمر الشريف، فربما ده كان بيطغى عليه. بالظبط، لان هم الاثنين كانوا اشهر ثنائي في الوسط الفني، الناس حباه. انت متخيل فاتن حمامه عمر الشريف. الشريف ما اتجوزش بعدها برضه، فدي يعني علامه استفهام كبيره. بالظبط يعني، لكن سبب الخلافات ما بينهم واللي حصل الانفصال، لان عمر الشريف وقتها خلاص وصل للعالميه، فبقى كل حياته بره مصر. هي بقت مهتمه باولادها، هي عندها بنت من المخرج عز الدين ذو الفقار، وعندها ولد طارق من النجم العالمي عمر الشريف. يعني نقدر نقول سبب اجتماعي او في الحياه الشخصيه ربما كان هو سبب في الانفصال. بالظبط، لان هو في الفتره دي ما كانش عايز يرجع مصر تاني، هو خلاص وصل للعالميه. هو طارق عمر الشريف لورنس العرب وابن فاتن حمامه، ازاي ما مثلش؟ ازاي ما ظهرش في ولا عمل؟ هو فين؟ بيعمل ايه؟ كل الناس بتسال السؤال ده. هو وهو طفل صغير شارك في عملين، العملين كانوا بره مصر، وكان بيهرب من مامته يروح يصور المشاهد دي مع والده عمر الشريف. بيميل للعالميه برضه بالنسبه يعني هي كل ما تتصل بيه انت فين يقول لها انا في التصوير، فكانت تقل عليه اكتر، لان هي كانت مهتميه ان هو ما يغلطش الغلطه اللي هي غلطتها، ان يبدا من سن صغير. بالظبط، مرحله طفولته لازم يعيشها، دراسته لازم تتم على اكمل وجه، ما يسيبش دراسته ويروح للتمثيل. فكانت مهتميه انها تخليه يكمل دراسته. ايه اللي ما نعرفوش عن فاتن حمامه؟ فاتن حمامه شخصيه يعني، هي ست بيت في كل البيوت المصريه، هي الام، هي الزوجه، هي الاخت، هي كل حاجه. قدمت نماذج كتير جوه المجتمع، ولهذا يعني استحقت لقب سيدة الشاشة العربية. وهي كانت ذكية جدا، بسيطة، محبة للفنون، في بيتها تلاقيها واخدة ركن كده بتسمع الموسيقى سواء الشرقية أو الغربية، وعشان كده تم تكريمها من أماكن كتيرة ودول عديدة الحقيقة. بالزبط. يعني وحتى لما كانت بتروح مهرجان كان، كانت بتمثل مصر بشكل مشرف جدا، معرفتها بلغات متعددة كانت برضو يعني هي حاجة كانت مميزة. ست ذكية ومثقفة جدا، كانت ملمة باللغة الإنجليزية والفرنسية، عشان كده فعلا عرفه. يعني صعب جدا أن نتكلم عنها في حلقات وحلقات. لا ده عايزة صعب بالظبط كده سيدة الشاشة يعني، فلكن بالتأكيد هيكون لنا تجارب تانية معاها برضو أن احنا نحاول نتكلم عنها باستفاضة. أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ أحمد رمضان الناقد الفني، شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.